دلوقتي خلينا نقرب عن حياتها وطقوسها ودورها السياسي والإنساني. معانا على تليفون الأستاذ عادل درويش، المؤرخ والصحفي البرلماني في مجلس العموم البريطاني. صباح الخير على حضرتك. أهلا بك، صباح الخير. كيف استقبل البريطانيين أو البريطانيون وفاة الملكة إليزابيث؟ طبعا هو كان جلالة الملكة الله يرحمها كان صحتها متدهورة في الأيام الأخيرة، طبعا كان عندها ألم في العظام و اعتقد كان سرطان العظم، وان كان ما حدش بيتكلم بصراحه عن هذا الموضوع. لكن هي زي ما قالت رئيس الوزراء كانت الصخره التي تقف عليها الامه البريطانيه، المملكه، الشعب. وزي كده ما تشبهي الجده الكبيره، جدتنا الكبيره، لما تكون عيله كبيره، اولاد عم واولاد خاله، اولاد عم واولاد عمتك واولاد عمك واولاد خالك، وفي بينهم خلافات، لكن دايما في وقت الازمات يروحوا في بيت الجده دي. فده كان يعني هتمثل لي الامه. انا امبارح كنت في البرلمان وكان لم يمضي يعني اقل من 48 ساعه على انها ادت واجبها الدستوري الاخير. كما تعلمين الملكه هي راس الدوله، وبالتالي هي اللي بتعين وتفصل وتقبل استقاله رؤساء الوزراء. فهي قبلت، كان ممكن يعني توكل جلالة الملك تشارلز الثالث اللي هو كان وقتها لا زال امير ويلز انه يقوم بهذه المراسم، لكنها اصرت ذلك عن نفسها. الرئيس وزراء رقم 14 بول جونسون قدم استقالته، بعديها هي قامت بتعيين رئيس وزراء 15 اللي هي اليزابيث تراس. كان في فتره حوالي 22 دقيقه بين الاثنين، ما كانش في حاكم لبريطانيا، فجلاله الملك في هذا الوقت القائد الاعلى للقوات المسلحه وكراس الدوله هي الحاكم الفعلي لو حصلت ازمه، لو حصلت حرب. فده كان واجبها الدستوري الاخير. فامبارح كنا في البرلمان الساعه 12 لمناقشه قضيه مهمه وهي اسعار الطاقه من ذلك، ثم طبعا طلع البيان من القصر طريق ما هو ده سؤالي يا استاذ عادل، يعني ايه هي المراسم اللي هيتم من خلالها وداع الملكه اليزابيث، وكيف سيتم تسليم السلطه الى الوافد الجديد الامير تشارلز؟ بالظبط، سؤال مهم جدا على فكره، لان كما تعلم بريطانيا فيهاش دستور مكتوب لكن فيها تقاليد. طبعا هو التنسيق ما بين السكرتير الدائم لمجلس الوزراء وهو موظف للتاج وسكرتير الملك، لكن طبعا بالتنسيق مع رئيس الوزراء والملك تشارلز هيلتقي برئيس الوزراء النهارده قبل ان يلقي خطاب العرس في المساء. لكن من ساعه وفاه الملكه يبقى اصبح الملك الجديد هو الملك تشارلز الثالث. الامير ويليام وزوجته يتغير لقبهم الى يرثوا لقب تشارلز، وبالتالي اصبح بدل دوق ودوقة كامبريدج اصبح دوق ودوقة كورنول. بعدين الترتيبات يقوم بها دوق نورفولك، هو المسؤول عن التشريفات في مجلس اللوردات والعلاقه مع القصر. ما يحدث ان التنصيب الرسمي للملك عبر مجلس اللوردات قد يتم الليله او غدا او في اقرب فرصه، وهو تنصيبه. مساله تتويجه كملك، السابقه كانت جلاله الملكه اليزابيث هي مضى 13 شهر ما بين انها اصبحت ملكه خلفا لابيها الراحل المرحوم الملك جورج السادس وتنصبها في شهر يونيو 53. فقد يكون ذلك بعد اشهر او بعد عام. هل سيستمر في لقب اسمه كتشارلز الثالث؟ هو لا، هو اسمه تشارلز فيليب ارثر جورج. ناس كتير بيتمنوا ان هو يصبح ارثر الثاني، لان ارثر الاول هو شخصيه اسطوريه، او قد يصبح جورج، او قد يحتفظ ب تشارلز الثالث. ماذا سيحدث ايضا؟ هو نقل جثمان جلاله الملك سيستمر في ادنبرا، لانها محبوبه بالشعب الاسكتلندي، هي ملكه الامم الاربعه في المملكه المتحده. والجثمان سينتقل بالقطار، و ابتداء من يوم الاربعاء الجاي حيكون في قاعه ويستمنستر اللي كان فيها جثمان ابوه، كان فيها جثمان وينستون تشرشل و السيده ساتشر، حتى يتمكن الشعب من انه يؤدي المراسم. النهارده الساعه 12
هتدق اجراس الكنائس الساعه 1 في مختلف انحاء المملكه. الجيش هيطلق 96 طلقه مدفع تحيه لها. طيب خلينا نخرج من الشكل المراسمي للموضوع وخلينا نتكلم عن شعور البريطانيين مع رحيل الملكة إليزابيث. يعني التاج الملكي طول عمره بيبقى فيه كده تقاليد وفي أشكال معينة من التعامل معاها، خصوصا مع القصر الملكي كان دايما بيبقى فيه نظر، وفي نفس الوقت كانت قد إيه، قد ما هي بتحتفظ جدا أو بتتشبث جدا بالتقاليد قد ما كانت قريبة من الشعب. يعني كانوا بيشوفوا جدا العيلة المالكة وهي بتعيد استخدام ملابسها، العيلة المالكة وهي تقوم بالمشروعات البسيطة، ويعني انها مش منفصلة عن الواقع ولا تعيش حياة البذخ، وده كان بيتهيألي بيلفت نظر البريطانيين بشدة. بالضبط. لو اتكلمنا احنا هنا عن التقاليد هنتكلم عن التقاليد الرسمية، والمالكة كلمة الواجب وأداء الواجب والتقاليد الشعبية الإنسانية الحزن والرابط بين الاثنين. الرابط بين الاثنين أنا شفته امبارح بتدفق، يعني مثلا يعني عند ملامح لندن هو سائقين التاكسي الأسود. سائقين التاكسي امبارح اصطفوا كلهم في المال اللي هو الافنيو الكبير ده، الشارع الكبير اللي بيربط من ترافالجر سكوير لغايه قصر باكنجهام، تحيه للملك. الاولاد والاطفال والبنات والستات والاسر جايبين الزهور، وده الرب من الاثنين. هو علامه الحزن لما حد بيموت بيحط زهور على باب البيت بتاعه، بيحط زهور. دايما الاطفال كانوا يستقبلوا جلاله الملكه بالزهور. فالحاجات المؤثره كانت بطاقات الحزن والكروت التعزيه اللي سايبها الناس على مختلف اعمارهم مع الزهور على باب القصر. ارتباط جلاله الملكه بالاعمال الخيريه، هي كانت الرئيس ورمز عدد لا يحصى من الاعمال الخيريه. وما كان يكون في حاجه رسميه، جيش، حفله رسميه، استقبال، وتتعارض مع افتتاح ملجا، مستشفى اطفال، عمل خيري، كان جلاله الملكه بيتنوب حد من الاسره او تكلف حد زي تشارلز مثلا هو يروح يمثلها في الحاجه الرسميه وتذهب هي الى العمل الخيري. ليه؟ لان تعرف ان وجودها في العمل الخيري هو هيرفع البروفايل بتاع العمل الخيري، هو اللي هيجمع التبرعات، هو اللي هيخلي هذا العمل الخيري ياخذ طابع رسمي سواء على مستوى الامه او على مستوى العالم. فهي يعني كانت رمز لا يعوض. تاريخيا يا فندم، يعني إلى أي مدى يمتد أسرة إليزابيث الثانية؟ متى بدأت هذه الأسرة في حكم المملكة المتحدة؟ هو هذه بيت وينسر أو آل وينسر يعود يمكن إلى الناحية يعني الجينية إلى 800 سنة، لكن الحديث منه هو طبعا نصف ألماني من ساكسونيا مقاطعه ساكسونيا العليا المانيا اللي هي عند هانوفر، و الاسره الممتده الى حتى هنري الثامن واليزابيث الاولى، وجزء فيها عرق اسكتلندي، لكنها بتمثل بالفعل رمز كبير ورمز مهم جدا. يعني الملكه نفسها كمان مرتبطه بجيل جيل الحرب العالميه الثانيه، انا مواليد الحرب، فهي الجيل بتاعنا شافها هي رمز الصمود. الملكة كانت متطوعه اثناء الحرب العالميه الثانيه، كانت شايفه ابوها وامها بيروحوا يزوروا الاماكن اللي ربطها القنابل، وعلى فكره الملكه وهي عندها 11 سنه و13 سنه مرتين كانت قالت للمربيه بتاعتها انها بتصلي كل يوم وتتمنى ان باباها وامها يخلفوا ولد. هي ما كانتش عايزه تبقى ملكه لان كان القانون ما اتغيرش، وكان طبعا الولد يسبق البنت في لبس التاج. فجلاله الملكه عايزه حياه الريف، عايزه تبقى مع الحصنه والكلاب، وكانت وهي عندها 11 12 سنه لسه بتتمنى ان باباها متخلف ولد عشان يبقى هو الملك. لكن جت الحرب وتطوعت في الحرب وتغيرت حياتها.
صحيح. كان مثلا اصغر اولادي مفهوم يا استاذ عادل. بالطبع كل الادوار الانسانيه اللي لعبتها الملكه اليزابيث الثانيه في طول حياتها. بنشكرك استاذ عادل درويش المؤرخ صحفي البرلماني في مجلس العموم البريطاني، شكرا جزيلا لحضرتك.